أبسومي بتركز في العمل مع النساء لأن النساء الريفيات وصول للسلفيات مسألة صعبة صعبة شديد بالنسبة للنساء، والنساء أكثر حرصا من الرجال في سداد السلفيات في الزمن المحدد، والنساء الاستثمار في السلفيات بواسطة النساء يعود للأسرة. كيف عرفت بأنه أنا نعرف داخلي في البيت؟ كيف عرفت بأنه نوفر ونشتغل في بيتي ونعرف داخله وكلمتي بقت مسموعة في البيت، وعرفت بأنه أنا عندي صيغة لنفسي في داخل المنزل؟ قطعا رفع العقوبات الاقتصادية على السودان سيكون له دور كبير جدا في تسهيل عملية حصول رؤوس الأموال بالنسبة للبنوك، وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة السقف التمويل بالنسبة للتمويل الأصغر، مما يتيح فرصة حصول نساء أكثر على التمويل في السودان.